طيب الخبر اللي لسه زميلاتي العزيزات كانوا بيتكلموا عنه أو بيقروه، وهو القمة المصرية الأوروبية وترفيع مستوى العلاقة ما بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة. طيب لازم عزيزي المشاهد عزيزاتي المشاهدة تدي الخبر ده حقه. حقه يعني إيه؟ حقه يعني لازم تبقى فاهم كويس جدا إنه أعلى مستوى من العلاقات ما بين الدول هو العلاقة الاستراتيجية الشاملة. شراكة استراتيجية شاملة ده أعلى مستوى بتوصل له الدول في علاقتها مع بعضها البعض. إحنا كان من زمان عندنا اتفاقات شراكات ما بيننا وما بين الاتحاد الأوروبي، لكن لم نصل إلى هذا المستوى إلا من خلال هذا التوقيع واللي تم النهاردة في هذه القمة المصرية الأوروبية. ده كده واحد. اتنين، هتلاقي انه جزء من هذه القمة هي الحزمة الاستثمارية اللي هيتم توقيعها بإذن الله سبحانه وتعالى ما بين مصر وما بين الاتحاد الأوروبي، واللي بتزيد عن حوالي 7 مليار دولار، واللي نبدأ نشتغل عليها بداية من النصف الثاني لسنة 2024. وده برضو احنا هنا بنتكلم على حجم استثماري ضخم، ما هوش قليل. ليه ضخم؟ عشان برضو تبقى فاهم، طبعا ما فيش حاجة بقت يعني ايه بنقدر نصفها بالضخامة بعد الاتفاق الرائع اللي اتعمل في راس الحكمة، لكن اقدر اقولك انه حجم الاستثمار الاجنبي المباشر في 2023 اظن كان تقريبا 10 مليار او يزيد قليلا يعني. فلما يبقى في عندي اتفاق مع الاتحاد الاوروبي تقريبا اظن ب7 أو 7.6 تقريبا، يعني هنراجع مع بعض الرقم دلوقتي، فاحنا بنتكلم على اتفاق واحد ايضا كبير. لو حضرتك جيت بصيت على حجم تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر 2024 طبعا هو اضعاف ما تم في 23. وده بالمناسبه يقول لك انه كل ما كان يتعلق بتحليلات غير دقيقه بشان الاقتصاد المصري وعدم جاذبيته وعدم قدرته واصل التعثر واصل المش عارف ايه فنجوش. كل اللي حضرتك سمعته من الإخوان وأذنبهم، ومش عايز أقول أي حاجة تانية عشان إحنا في رمضان متعلقة بالثلاثي الوقح اللي في إنجلترا ده، طلع أي كلام. الناس دي كلها توقعت إيه ل2024؟ يعني الحمد لله أن ربنا ما قدر لناش ده وقدر لنا الخير كله. توقعت ان مصر هتبقى غير قادره على سدادها، توقعت على ان مصر لن تخرج من الازمه الاقتصاديه، توقعت على انه هتبقى ازمه اقتصاديه شامله وسوف تفعل وتؤدي ومش كل الكلام الفارغ اللي اتقال، كل ده تحطم على صخور استثمارات اجنبيه مباشره زي ما حضراتكم شايفين مع راس الحكمه اللي جاي باذن الله مع الاتحاد الاوروبي، اللي حاصل في توقيع البروتوكول اللي ما بيننا وما بين الصين عشان المنطقه الصناعيه اللي على البحر المتوسط، لازال هناك زي ما يتقال كده في البايب لاين، لازال هناك في الطريق العديد من الاتفاقات الاستثماريه، قد يكون في شرم الشيخ زي ما كلنا بنتكلم وكلنا عارفين والحديث عن راس جميله، قد يكون هناك اتفاقات اخرى في منطقه العين السخنه، قد يكون اتفاقات اخرى على سواحل البحر الأحمر مش في جنوب سيناء زي العين زي قصدي شرم الشيخ إلى آخره. ولا زال لدينا الكثير بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا العام 2024. وتذكر أنه هذا البرنامج فريق البرنامج مذيع البرنامج قالوا لك أنه نصا بدل المرة 3 أو 4 مرات 24 هو عام الانفراجة. طيب هرجع لك على التقرير الاخير اللي صدر تقريبا امبارح او اول امبارح من جولدمان ساكس، واللي اتقال فيه انه يصبح لدى مصر فوائض تمويل. احنا كنا بنتكلم على عجز التمويل في 23، 24 عندنا فائض تمويل يقدر تقريبا ب 26 مليار فائض تمويل. اذا 2024 بامر ربنا سبحانه وتعالى وبالجهد اللي اتبذل وهو جهد مهول من فخامة الرئيس ومن الحكومة، يعني جهد مهول من الدولة علشان نوصل من نهاية 23 بعجز تمويلي إلى أنه لم ينتهي الربع الأول من 24 وعندي فائض تمويل. وده مش كلام يوسف، ده كلام جولدمان ساكس، وأرجوك راجع ورايا. خلونا لو سمحتوا نشوف ونسمع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيوضح
أهمية هذه المباحثات والاستمرار في مواجهة التحديات المشتركة. والرئيس اتكلم مع الأوروبيين في الهجرة غير الشرعية، اتكلم مع الأوروبيين في خطورة مهاجمة رفح الفلسطينية، اتكلم في خطورة التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين ومحاولة تصفية القضية، واتكلموا على ضرورة وقف إطلاق النار أو وقف العدوان الصهيوني على أراضينا العربية في فلسطين. خلونا نسمع ونشوف الرئيس قال إيه وهنرجع نكمل الكلام. لقد تناولت المباحثات أهمية الاستمرار في مواجهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية، حيث أكدنا التزامنا بمكافحة هذه الظاهرة في إطار التعاون القائم مع تضمين البعد التنموي في معالجتها، إضافة إلى تعزيز مسارات الهجرة النظامية. واتفقنا على ضرورة دعم جهود مصر التي نجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ عام 2016، فضلاً عن استضافة 9 ملايين أجنبي في مصر يتمتعون بالخدمات الاجتماعية والصحية أسوة بالمواطنين المصريين. ازي حضراتكم؟ طيب احنا كده شفنا مقطع من كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعايز اقول لك على حاجة، انه مفيش حاجة بتبقى وليدة لحظة، ده بيبقى ثمرة او نتيجة لجهد طويل جدا. ويمكن العلاقات الثنائية بدأت تتحرك بشكل إيجابي إلى شكل أكثر متانة ما بيننا وما بين فرنسا على سبيل المثال، ساعدت في اجتماع النهاردة أو في قمة النهاردة ونتائج قمة النهاردة. العلاقات الثنائية اللي ما بيننا وما بين اليونان ساعدت أيضا في هذا الاجتماع وفي نتائج هذه القمة. معنا على التليفون سعادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهلا بحضرتك يا فندم ورمضان كريم. الله أكرم يا أستاذ يوسف وجمهور المشاهدين. الله يخلي حضرتك. سعادة السفير، عايزين نفهم أكتر على أول حاجة مصطلح ترفيع العلاقات ما بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وأهمية ده بالنسبة لنا احنا كمان إيه؟ هو بالتأكيد يا أستاذ يوسف، يعني الانتقال بعلاقات أي طرفين لمستوى شراكة استراتيجية شاملة هو تعبير عن مدى التقدم الذي حققته تلك العلاقات لمنفعة الجانبين. فمصر بالنسبة للاتحاد بالنسبة للاتحاد الأوروبي تعبر عن شريك مسؤول إقليمي يمكن أن يقدم للاتحاد الأوروبي الكثير من المكاسب والإنجازات، كانت على الصعيد السياسي والأمني والعسكري، والجهد الذي تبذله مصر كمعامل استقرار إقليمي في جنوب أوروبا هو أمر هام جدا وللغاية للاتحاد الأوروبي. ثانيا، مصر أيضا هي فرصة استثمارية هامة وواعدة للاتحاد الأوروبي، تشبع في استثماراته ويسعى للتمدد باستثمارات هامة ورئيسية يمكنها أن تساعده على التمدد دون الوقوع في المنافسة خاصة مع الصين وغيرها من القوى. المشهد يا أستاذ يوسف بيستدعي لذاكرتي ما كانت تردده المستشارة الألمانية عندما كنت سفيرا في ألمانيا. كانت تقول المستشارة أنجلا ميركل أن أمن واستقرار مصر هو من أمن واستقرار أوروبا، وأن نجاح مصر هو نجاح لأوروبا. كانت المستشارة تكرر هذا التعبير بعد ثورة 30 يونيو، وكانت دائما ما تتحدث عن أهمية الاستثمار في مصر، مصر التي يمكن أن تقدم للاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي والاستثماري والتنموي المنشود، بحكم أولا سوقها الضخم وقدرات العمالة الهامة والتي يمكن تدريبها وتطويرها، وهي أيضا الشريك الذي يمكن أن يقدم لأوروبا حلول هامة جدا في واحد من أهم ملفاتها أو في عدة ملفات رئيسية، أذكر منها الغاز والطاقة والعمل المشترك من أن تكون مصر يعني أحد روافد الطاقة والغاز الطبيعي وإمداداته الضخمة إلى أوروبا، واستثمار أوروبا أيضا في هذا المجال الحيوي، سواء كنا نتحدث عن الطاقة الجديدة والمتجددة ومنها الهيدروجين الأخضر، وكذلك في ملفات يا أستاذ يوسف هامة وعاجلة بالنسبة للأولويات الأوروبية كالهجرة غير الشرعية.
فمصر منذ عام 2016 وكما نعلم جميعا لم تخرج منها سفينة مهاجرين واحدة، وهي أيضا دولة أقامت صرحا قانونيا هاما وتشريعيا يحمي هذا الملف. ولكن مصر في سبيل تحقيق هذا الدور الهام في مجال الهجرة غير الشرعية تستضيف نحو 9 مليون لاجئ شريك في الوطن، يعني يتعلم كما يتعلم المصريون ويعالج في مستشفياتها. هي مصر التي تتعامل مع ملف الهجرة بخلق وحكمة ولا تتاجر في شأن دول أخرى مجاورة. الهجرة غير الشرعية أحد الملفات أيضا يا أستاذ يوسف الهامة جدا للاتحاد الأوروبي، وكما يردد السيد الرئيس أن الحل لمشاكل الهجرة غير الشرعية لأوروبا لن يتأتى عن طريق الحلول الأمنية وإن كانت هامة في ضبط الحدود، ولكن الهجرة غير الشرعية تعني أنك عليك أن تستثمر في أوطاننا وأن تقدم الدعم حتى تستطيع دول مثل مصر تواجه نزوح الأشقاء من السودان والأوضاع المتوترة حولنا في ليبيا وفي غزة وأيضا في أماكن أخرى، تستدعي أن تدعم دول أوروبا مصر لمواجهة وتعزيز قدراتها على مواجهة الهجرات غير الشرعية. إذن الانتقال بالشراكة الاستراتيجية أستاذ يوسف هو انتقال بالعلاقات الممتدة والقائمة والمستقرة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مرحلة تنظر فيها أوروبا لمصر وقيادتها السياسية بوصفها شريك استراتيجي اقتصادي وتنموي سياسي وأمني وعسكري، وفي نفس الوقت تستثمر أوروبا في أمنها واستقرارها وفي نجاحها من خلال أمن واستقرار ونجاح مصر. طيب قبل ما هنتقل سعادة السفير، إذا حضرتك سمحت لي قبل ما هنتقل للملف الصراع العربي الصهيوني والوضع الراهن اللي موجود في قطاع غزة بفلسطين، لكن هسأل على أنه هذه القمة وترفيع العلاقات ما بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، هل من شأنه أنه هو يسهم في المزيد من تيسيرات أنا آسف السفر والعمل والهجرة النظامية إلى أوروبا؟ أظن ده أحد الإجابات الهامة والواعية لملف الهجرة غير الشرعية. الإجابة الأولى حملها دوما السيد الرئيس في أدبياته عندما كان يتحدث مع الأوروبيين، إذا لم تستثمروا في أوطاننا ومن أجل مجتمع المهاجرين على أرضه سيأتون إليكم، يعني تلك هي المحصلة التي يدركها الأوروبيين كما نقلناها لهم. النقطة الثانية أنك إذا كنت تتحدث عن استثمارات أوروبية متدفقة ومقيمة بغرض تمديد نطاق الاستثمار الاستراتيجي الأوروبي لمنطقة مجاورة كما هو الحال في شمال إفريقيا ومصر على وجه الخصوص، عليك أن تعمل من أجل العمالة المصرية أو العمالة المتدربة على المستوى الذي يليق بمستوى الصناعة في أوروبا والذي يمكن أن يدمج. هناك مبادرات عدة لتأهيل الكوادر العاملة المصرية بما يتفق مع الصناعة في أوروبا كي ينتقلوا بشكل شرعي كما ذكرت سيادتك، فهذه هي أحد أبواب تمكين الهجرة الشرعية لتساعد الاقتصاديات الأوروبية. تعلم أن القارة الأوروبية هي قارة عجوز وفي حاجة لقدرات بشرية، يعني حتى أن الكثيرين في ألمانيا عندما كانوا ينظرون إلى مليون سوري مهاجر إلى ألمانيا كانوا يتحدثون وكأنها غنيمة حرب، لأن القوى العاملة المدربة المؤهلة التي هاجرت إلى ألمانيا كما كان حال الأتراك في الستينات على سبيل المثال عندما هاجروا وقادوا ألمانيا بعد الحرب العالمية وصناعاتها، كانت أيضا الهجرة غير الشرعية إذا ما تم العمل أو التعامل معها بشكل علمي وواضح تجد اليوم على سبيل المثال وزراء التربية والتعليم وقعوا في الإطار الفني مع إيطاليا وهي الدولة المعروفة أيضا بقدراتها في مجال التعليم الفني لتأهيل عمالة مصرية متدربة على إدارة الاستثمارات الأوروبية القادمة أو الانتقال كما تفضلت سيادتك بشكل شرعي إلى أوروبا. تلك هي إجابات حقيقة سواء تدعيم وتوطين الاستثمار في بلادنا أو الانتقال بعمالة مدربة ضمن نطاقات الهجرة الشرعية المنشودة هي مكاسب للطرفين وفي نفس الوقت تعزيز مجتمع المهاجرين
9 مليون لاجئ في مصر هي قوة، إذا ما أحسن استغلالها وتأهيلها، خاصة إذا ما تم التعامل معها بالشكل الأخلاقي الذي تتعامل فيه مصر بالشكل الواضح من تمكين مجتمع المهاجرين اجتماعيا وثقافيا وتعليميا وصحيا، وعدم التعامل معه فقط من زاوية أمنية على أهميتها، فهنا يكون التفاهم الذي رأيناه اليوم بين مصر والاتحاد الأوروبي. طيب، في ملفات عديدة منها ملف الهجرة غير الشرعية متعدد الجوانب ومفيد للجانبين. طيب أشكرك جدا 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 معالي السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق في حديث كان شديد الأهمية حول هذه الشراكة. أخيرا يا سادة، لازم تبقوا مستوعبين أنه كمان حجم التوافقات على ما يحدث، أو يعني المتوافقات ما بيننا كمصر أولا والاتحاد الأوروبي بدرجة أخرى حول ما يحدث الآن من وضع راهن على الأراضي الفلسطينية، بيخلق ما بيننا مساحات مشتركة لأن إحنا نقدر نوصل لوقف هذا العدوان. خليك دايما متذكر أنه زخم التظاهر الشعبي اللي موجود في الاتحاد الأوروبي من شأنه تغيير وجهات النظر بتاعة الحكومات، ممكن مش بشكل جذري، ممكن مش لدرجة 180 درجة، بس أي 10 درجات على المنقلة لو صح يعني التعبير هتفيدنا كتير جدا في ان احنا نقدر نوصل 1 لهدنة ما، 2 لوقف شامل وكامل لإطلاق النيران أو لوقف هذا العدوان في وقت لاحق عليه، 3 في ان احنا نقدر نوصل كمان لرؤية حل الدولتين طبقا للمقاربة المصرية أو مقاربة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. نتمنى خير. وقع النهاردة مهم جدا، قمة النهاردة بالغة الأهمية، وأظن هيكون لها أصباء واسعة جدا خلال هذا الشهر القائم، تحسبه مارس أو تحسبه شهر رمضان المبارك، وخلال ما بعد شهر رمضان عندما تزدحم الخريطة السياسية. فثقوا أن احنا هنبقى موجودين معكم لحظة بلحظة، استنونا بعد الفاصل. ازي حضراتكم، عاملين ايه؟ كله تمام؟ بقى احنا كنا بنتكلم على جولدمان ساكس والتوقعات بتاعتهم، واللي قالوا ان مصر يبقى فيها فائض كبير يصل الى 26.5 مليار دولار بدلا من العجز. خلونا بقى واحده واحده عشان في ناس بتتضايق لما انا اتكلم، صح؟ تمام، تعالوا نروح لخبير اقتصادي كبير هام بارع بارز، الدكتور عمرو صالح. دكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا أستاذ يوسف. كل سنة وحضرتك طيب. مقدمة كبيرة أنا مش قدها. لا ده أقل حاجة ممكن تتقال. لا قدها وقدود، محبتك أكبر وأكتر من كتير. أنا بحبك فعلا جدا يعني. الله جدا يخليك. دكتور عمرو، التقرير الأرناء أو توقعات جولدمان ساكس واللي بتتكلم على أنه فائض تمويلي كبير في مصر يصل إلى حوالي 26.5 مليار دولار بدلا من العجز، يعني كلنا حتى نهاية أو يمكن أول أو حد شهر يناير كنا بنتكلم على الفجوة التمويلية والعجز التمويلي اللي في مصر. الآن جولدمان ساكس تتحدث عن فائض 26.5. شوف، أنا بعتبرنا زي ما بيقولوا كده تورنينج بوينت، يعني نقطة تحول، لأن إحنا الحقيقة تاريخنا مع مؤسسات التمويل الدولية أو مش مع مؤسسات التمويل، خلينا نتكلم على وكالات التصنيف الائتماني. وكالات التصنيف الائتماني عشان السادة المشاهدين يبقوا عارفين، دي شركات كبرى أصبحت بتمثل ثقة للمؤسسات الدولية وبتقوم بتقييم الدول من منظور الملاءة المالية أو من ناحية الملاءة المالية، يعني بما يعني هل الدول عندها قدرة على السداد والالتزامات وعندها ميزانية قوية حتى لو كان في فجوة تمويلية بسيطة، لكن مدى قدرة الدول على أنها تكون توفي بالتزاماتها وعندها فائض في الموازنة. يعني الحقيقة طول عمرنا في السنوات الأخيرة أو العشر الأخيرة كان تصنيفنا جيد، يمكن B+, B-, لكن ما نزلناش الحقيقة. لكن يعني تشاء الظروف، وتفتكر يا أستاذ يوسف وهذا الكلام طبعا منشور، احنا كنا بعد أزمة كورونا من الدول ال 18 القليلة والنادرة على مستوى العالم اللي حققت نسبة نمو بوزيتيف، رغم ان دول كبيرة ودول أوروبية ودول عظمى كانت نسبة نمو
بالميس يعني عندها ركود. احنا كان عندنا نسبه نمو ايجابي موجب 18 دوله، احنا كنا منهم، وده نتيجه الاصلاحات الاقتصاديه ونتيجه ان كان عندنا دفعه قويه شغالين عليها في 2017 و18، والدنيا كانت ماشيه وارتفعت حجم التمويلات الخارجيه وحجم قناه السويس والتعويض المصرفي في الخارج والاستثمار الاجنبي المباشر، وكنا الدوله الثانيه على مستوى افريقيا في الاستثمار الاجنبي المباشر. وبالمناسبه احنا ثالث دوره عربيه، وهذا الكلام لابد ان يقال، يعني شبابنا يمكن ما يعرفش الارقام جيدا، لكن لازم نقول احنا ثالث دوره عربيه في الناتج المحلي، بالناتج القومي المحلي. صحيح. بعد مين؟ بعد السعوديه وبعد دوله الامارات، بعد دولتين بتروليتين كبار، السعوديه طبعا 750 800 مليار، دوله الامارات 500 مليار، احنا 480 470 مليار دولار، يعني ثالث دوله. واحنا كمان مش دوله بتروليه، فاحنا دوله كان عندنا، احنا مش دوله يعني بتروليه، وانا دوله حجمها او سكانها 110 مليون بالظبط. فرغم ذلك احنا دولة، وانا مش يعني في حل ان انا اتكلم، طبعا انت عارف اكتر مني وانت راجل عالمي كبير ومتابع ومحلل، عارف قد ايه في ال 30 40 سنة الماضية عندنا اسماء وعندنا طاقة صناعية واسماء في الصناعة واسماء لامعة في الصناعة وقدرة صناعية، وعندنا صناعة قوية جدا منتشرة في الدول العربية والدول الافريقية، وبعد ولما بنسافر امريكا وبنسافر اوروبا بنلاقي ميد ان ايجيبت موجودة في بعض الاماكن. فاحنا دولة ليست قليلة وليست ضعيفة اقتصاديا. فارجع لجولدمان ساكس وارجع لساندر اند بور وارجع لكل التصنيفات الائتمانيه اللي صنفتنا في ال 18 شهر او 12 شهر الاخرين بنظره يعني سلبيه او غير مستقره. النهارده بيرتفع هذا التصنيف، ونرجع تاني نقول ان احنا ماشيين على الطريق الصحيح بعد ما وصلت لنا الفوائد وانا بقول مش بقول مساعدات بالمناسبه. أيوه. انا بتكلم في الاقتصاد الكلمه مهمه، احنا بنتكلم على فوائد ماليه بدات تيجي لمصر نتيجه انها قدرت بذكاء شديد في استغلالا للمشهد الجيوسياسي والمشهد الاقتصادي على المستوى المنطقة الدفعة أو التعاون الاستثماري ما بين مصر والإمارات على سبيل المثال في رأس الحكمة، يليها الاتفاق مع صندوق النادي الدولي، يليها النهاردة القمة التاريخية، قمة تاريخية بعد إعلان دول الاتحاد الأوروبي عن نيته لتمويل حوالي 7.9-8 مليار دولار، وده رقم كبير جدا. ونقطة أولها يا أستاذ يوسف بعد إذنك، إن الدول الاتحاد الأوروبي اللي هي بتعاني من أزمة مالية وعندها ركود وعندها مشاكل اقتصادية مش هترمي فلوس في الأرض، مفيش مؤسسة تمويل دولية مش هتدي دولة إلا لو كانت عارفة، وبحط الكلمة دي بين قوسين، إنها دولة محترمة عندها جدارة مالية تقدر إنها تستفيد من هذه التمويلات وتقدر إنها تعمل تقدم وتعمل نمو اقتصادي. فأنا تاني بقول النهاردة شهادة جولدمان ساكس، ستاندرد اند بور، إيلويد، كل هذه الشركات الكبرى وكل مؤسسات التمويل التصنيف الائتماني مع اتفاق مع تعاون البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مع القمة التاريخية وتمويل الاتحاد الأوروبي، أو يعني خلينا أحطها ما بين قوسين، تعهد الاتحاد الأوروبي لمساعدة مصر ولتمويل عملية التنمية في مصر نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة، وده كلام الاتحاد الأوروبي بالمناسبة، وكلام النهاردة المشارف جدا لرئيس الوزراء القبرصي لمصر، يعني أو رئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة بتربطه بيه علاقة شخصية، لما قال إن مصر رمانة الميزان في الشرق الأوسط، وأنا مكوتينج ده كلامه مش كلامي، وإن مصر تعاملت بحكمة مع الموقف في الشرق الأوسط، وإن التعاون مع مصر ركيزة للتنمية في الشرق الأوسط. كلام الحقيقة كبير من ناس يعني ما لهمش مصلحة ولا يجاملوا، لكن النهاردة يا أستاذ يوسف لما نرى مش رئيس، أنا كنت متوقع رئيس المفوضية الأوروبية تيجي يعني، لكن النهاردة شايفين رئيس وزراء بلجيكا باعتباره انه يرأس الاتحاد الأوروبي، بلجيكا وإيطاليا، وإحنا كنا بنتكلم لسه على قبرص، يعني في كان عدد كبير من زعماء وقادة الاتحاد الأوروبي موجودين، وكان في الكثير من التوافقات، مش بس كمان ترفيع العلاقات اللي ما بين مصر والاتحاد لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وكمان زي ما حضرتك ذكرت طبعا الاستثمارات أو التدفق الاستثماري اللي بقيمة 7.9 مليار دولار إن شاء الله. انا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر ليك يا دكتور عمرو، لازم نتقابل بعد رمضان عشان نعرف نقعد على رواقه يعني، ونقعد نتكلم بقى واحده واحده كده اقتصاد سياسي، وكيف يكون عام 2024 هو عام الانفراجة. كل الشكر دكتور عمرو صالح. طيب تعالوا نروح للمسلسل اللي انا دائم الاعجاب بيه واللي دائم الاعجاب بابطاله الاثنين، احمد داش وعصام. احمد داش
من زمان يعني، من ساعه ما انا اتعرفت عليه عن طريق الفيلم لا مؤاخذه، وانا معجب جدا بهذه الموهبه ما شاء الله. وبعدين في بس اللهم لا حسد برضه، في ناس انت بتقلق يعني. هضرب لك مثل فيروز، فيروز بتاعتنا، فيروز مصر، طفله المعجزه بتاعت السينما المصريه، تألقت جدا 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 ووصلت لمرحلة مش عارفة تكمل في هذا التألق وفي هذه النجومية الكاسحة اللي حققتها وهي طفلة كان عندها 5 أو 6 سنين. وبعدين خدت قرار انها تبتعد خالص عن الفن وتتفرغ لزوجها الله يرحمه يا رب استاذ بدر الدين جمجوم ويرحمها طبعا واولادها. خلاص طيب، نماذج قليلة اللي بتعرف تكمل، وتكمل في الكيرف يبقى صاعد طالع لفوق زي احمد داش، وتألقه المستمر من مره لمره لمره وصولا لرمضان ده. كل سنه وانت طيب يا احمد. كل سنه وانت طيب. مساء الفل. مساء الفل. رمضان كريم عليك وعلى المشاهدين كلهم. رمضان كريم عليك يا ابو احمد. لا لا خالص والله، انت رائع وجميل ومتألق وحاجه تفرح يعني زي ما بيتقال. الله يبارك لك. الله يبارك لك. عايز اسالك على حاجه. احنا السنه اللي فاتت لما شفناك في جعفر العمده فسقف التوقعات عمال بيعلى. السنه دي انت وعصام اللي شايلين المسلسل ما شاء الله عليكم، فعمليا انتم الابطال المطلقين لهذا المسلسل. دي حاجه تقلق ولا حاجه تطمن ليك انت؟ لا حاجه لذيذه، حاجه تطمن ان ده مؤشر يعني بالنسبه للصناعه ان انت ماشي في الاتجاه الصح، مؤشر تجاري يعني. وحاجة تطمن لي أنا إنك بتقدر تحط بقى الانبوت بتاعك أنت في الشغل بتاعك، تقدر بعد كده السنين الجاية تختار أنت عايز تشتغل إيه، عايز تقول إيه، تعبر عن نفسك يعني في الشغلانة. ده حلم أي حد يعني في الشغلانة، إن أعبر بقى عن نفسي، يبقى عندي الإمكانية إن أنا أعبر عن أفكاري وعن مشاعري وأطلعها في عملي يعني. طيب هل ما بتقلقش تقول والله ده المتحده دي اكبر شركه انتاج في المنطقه بالكامل ادت لي مسلسل، تقلق ربنا يستر ولا؟ دي حاجه تطمني، دي حاجه تطمني ان شركه بحجم المتحده في ظهرنا وبتساندنا، حاجه تطمني وتخليني مطمن ان انا بشتغل مع كيان كبير ومطمن على جوده المسلسل والدعم اللي ما شفناش منه بخل من اي حد يعني. يعني شفنا دعم كبير من اول يوم اتفقنا على فكره المسلسل والتحضيرات، واحنا شايفين دعم كبير من الشركه كلها، والشركه كلها واقفه في ظهرنا، حاجه تطمني يعني. طيب هنا بقى هيجي سؤال، انت بتحضر شغلك ازاي يا احمد؟ يعني لو احنا خدنا مقارنتين بعاد عن بعض، شخصيتك في فيلم لا مؤاخذه مع عمرو السلامه وليا شخصية الولد الصغنطط الطفل المرفه اللي من الأسرة متوسطة يعني A ماينس، وكل بقى المفارقات اللي بتحصل له وإزاي يقدر يتعامل جوه المدرسة، والشخصية بتاعتك هنا في مسار إجباري شعبي شعبي، بتقدر إزاي أنك أنت تحضر وأنا عارف أن أنت خلفيتك الاجتماعية وبعيدة تماما عن هذه الخلفية؟ لا والله يعني لا مؤاخذه يعني ما اقدرش اتكلم عليه، لا مؤاخذه ده كان تلقائي تماما يعني، دي كانت اول تجربه وكان عندي 13 سنه ما اقدرش اقول ان انا حضرت له. انا لا مؤاخذه ده بالنسبه لي كان الوقت اللي بطلع بيه بره ملعب الكوره يعني، اروح امثل مع الناس دي اشوف عايزين ايه وامشي يعني. يعني لا مؤاخذه ده بالنسبه لي كان يعني كنت رايح اشوف ايه بقى الممثلين دول بيعملوا ايه، وكان عندي 13 سنه وكده يعني ما حضرتش فيه حاجه يعني، دي كانت بتلقائيه تماما، اسمع كلام عمرو واعمله. انما الدور هنا في مسار اجباري يعني بقت بحضر له بقى كتير بالشخصيه، عايزين نقول منها ايه، طب هو عايش فين، بيعمل ايه اللي بيحركه، ايه المشاعر الطاغيه منه، بيتكلم ازاي، بيعبر عن نفسه ازاي، هل بيعرف يتكلم عن مشاعر ولا لا، محتاج ايه في حياته، بحاول اشوف اربط بينه وبيني بشكل كبير عشان اقدر افهمه يعني. يعني بشوف الحاجات المتشابهه بيني وبينه بين الشخصيه اللي احنا يعني كنا عايزين نرسمها عشان اقدر اشتغل عليها. وحته الشعبي ده يعني انا بحمد ربنا ان انا من طبقه متوسطه فشفت تحت وفوق، فاهمني ازاي؟ وانا لعيب كوره برضه يعني، انا بلعب في انبي فشفت يعني شفت ده وشفت ده. لا ما انا عاجبني ان انت بتعمل انا عاجبني ان انت بتعمل شخصيه شعبيه، لانه في فرق ما بين ان انا اعمل شخصيه شعبي وان انا
امثل دور الشبحنه. فانت مش طالع شبح، انت طالع واد ابن بلد، واد جدع يعني. فهو ده اللي عاجبني، ان انت عارف تفرق ما بين الاثنين في ادائك، طريقه كلامك، نبره صوتك. فده اللي لفت نظري. ربنا يخليك، الله يخليك حبيبي يا ابو حميد. مش هنطول عليك، ريح بعد الفطار، ولا انت لسه في عندك تصوير ولا ايه؟ انت خلصت؟ احنا لسه خلاص، قدامنا يومين بس. خلاص كده فاضل يومين. يومين ان شاء الله. يا ميسر الاحوال، يا ميسر الاحوال، شكلك مجهد، تستريح كده ونشوفك قريب ان شاء الله. ان شاء الله. ربنا يوفقك، ربنا يوفقك حبيبي، ربنا يخليك يا احمد، كل الشكر ليك، فناننا ونجمنا، مش هقول حتى الصاعد، هو نجم خلاص يعني، احمد داش. انا ببقى سعيد جدا لما بشوف فنانين وشبان مصريين كده بيصلوا لعتبات النجومية في البدري بدري، لأنه الجيل اللي قبل ده بدأ يشعر بنجوميته بعد ما عدى 35، وفي بعضهم بعد ما وصل 40 يعني، وكانوا بيمروا الحقيقة بتعب ومجهود وإنهاك ومشوار طويل جداً، وطول عمري ما كنتش بفهمه يعني. لما تنجم فنان او فنان يتحول الى نجم ويشيل عمل وهو عنده 40 سنه، طب يعني ليه؟ يعني ايه الفكره وايه الهدف؟ ما تعرفش ايه الفلسفه اللي ورا ده؟ ما كنتش افهم. يا جماعه ده الناس بعد سن ال 40 هتبدا تشحر خلاص يعني، علشان يدي ده قليل جدا. يمكن كان مستثنى مثلا احمد السقا، ربنا يا رب يديله الصحه، بحب احمد قوي قوي قوي. المهم يعني هو شخص جميل. فهرجعك على انه لما بشوف احمد داش وهو بيشيل مسلسل، واشوف عصام وهو بيشيل مسلسل، وهكذا، ببقى قاعد سعيد يعني. ودي حاجه اللي بتوري لك ازاي المنتج بيشتغل، المنتج اللي قلبه جامد وفي نفس الوقت ما هوش قلبه جامد كده وهو مغمض عينيه، هو فاهم ليه، لانه هذا المنتج يثق في المخرج، يثق في الكتاب، يثق في فريق العمل، فيثق في الناس اللي بتختار. يعني المنتج مش هيجي يقول لك والله انا عايز فلان يبقى الدور ده وعايز فلان الدور ده. المنتج في الحاله بتاعتنا اللي احنا بنتكلم عليها، الا وهو الشركه المتحده، ما بتعملش كده. هي اختارت الورق واختارت الاخراج، خلاص احنا داخلين ننتج ده. المخرج والمؤلف والسيناريست هم اللي هيختاروا ابطال العمل. هنا المنتج ما بيقولهمش لا. هنا بقى المنتج اللي قلبه جامد وفاهم وواعي، ولو فيها حساب مخاطرة أو حساب مغامرة بيبقى في أضيق حتة ممكنة. وبالتالي انتظروا الكثير من أحمد داش، وانتظروا الكثير من عصام، وانتظروا الكثير من طه دسوقي، انتظروا الكثير من نجومنا، وانتظرونا نحن بعد الفاصل. أنا نفسي أتكلم عن حشاشين، بحب المسلسل ده. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ الكبير قوي. طب الكبير قوي ده برضو من ضمن الحاجات اللي لازم تبص عليها باعتبارها قصه نجاح فعلا يعني، لانه مسلسل يستمر معاك تقريبا حوالي 14 سنه، مكون من 8 اجزاء، لانه كان في مراحل توقف اونز اند اوفز دي بتحصل يعني. انا اتذكر زمان انا وزملائي الاثنين واصدقائي، دول اصدقاء عمري يعني، كريم الحميدي ورامي محسن، كنا بنعمل مسلسل اسمه طنط دوله عندنا في نجومه فهم. فاظن قعدنا نعمله 11 سنه، بس كانوا حوالي 9 سيزونز لو انا متذكر، بس احنا اصرينا ان احنا نقول ان هم سيزون رقم 11. طبعا دي كانت فكره كريم، كريم حميدي نمره في حد ذاته. طيب هرجعك على الكبير قوي. هذا النجاح المستمر الذي يؤدي إلى أنه تقعد مع مسلسل لمدة 14 سنة، ده طبعا نجاح. أنك تشوف منه 8 أجزاء، وفي الثمان أجزاء دايما تلاقي الناس مقبلة على المشاهدة وما إلى ذلك، برضو ده مهم جدا. بس أنا مهم عندي جدا نعرف الصعيدي بقى اللي بيتكلموا بيه في الكبير قوي. يعني أحمد مكي بيتكلم صعيدي بأنهي لهجة؟ وخد بالك الصعيد مليان لهجات، يعني لا تتصور ابدا ان كل الصعايده بيتكلموا زي بعض، مفيش حاجه اسمها كده، هي لهجات. خلونا ناخد معانا الاستاذ حسن قناوي وهو مصحح لهجات، وهو مصحح اللهجه في الكبير قوي. اهلا 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 يا استاذ حسن. يا مرحبا يا استاذ يوسف، يا مرحبا بحضرتك والله يا استاذ حسن، وكل عام وانت بخير ورمضان كريم عليك وعلى كل حبايبك. الله يبارك فيك يا استاذ يوسف، والله كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب يا استاذ حسن. قول يا استاذ حسن، هو احنا عندنا في الصعيد كام لهجه؟
طيب هو بالنسبه للصعيد طبعا انت عارف الصعيد يعني بيمتد على مسافه بعيده وكده، بس هي الفكره يا استاذ يوسف مش فكره كام لهجه، ما تقدرش تعد لهجه، ولكن كل محافظه بيبقى ليها سمت او طابع خاص ليها. يعني مثلا في سوهاج مثلا يقولوا دلقيت، احنا في جينا نقولوا دلوق، ناس تاني تقول دلوقيت، حاجات بسيطه تبقى لمسه بس كده. يعني احنا نقولوا هنا في سوهاج يقولوا هانا، واخد بالك؟ هي لمسات بسيطة، بس لما واحد يروح من جنة يروح سوهاج مش هيبقى فيه اختلاف كبير جدا درجة انه هو يبقى لهجة تانية او لغة تانية، لا ده هي بتبقى بس بعض المفردات الخاصة، مش بكل محافظة كمان، خاصة مش بكل كمان مركز، ده كل قرية ممكن ليها مفردة او مفردتين، او قلقلة بعض الكلمات تقلقلها بعض، بدل تقول كبريتة كبريتة مش عارف ايه، حاجات بسيطة كده يا ريس هي دي اللي تفرق فين في اللهجة، ولكن الإطار العام كله واحد. يعني ما فيش صعيد يقول لك جنيه مثلا، لازم يعطش الجيم، لازم يعطش طبعا، لازم يعطش الجيم. ما فيش حد يقول لك مثلا ايه ضربوا قلم، لا يقول ضربوا قلم. يبقى في اساسيات 90% او اكثر، ومش كل الصعيد بيقلب الجيم دال، لا ده دي بعض دي حاجات دي مش القاعده دي دي يعني زي ما تقول هي بعض اللغات دي لغه عربيه فصحى، وبعض القبائل اللي جاتنا اثناء الفتح الاسلامي الهوارة هي اللي بتقلب الجيم دال، ودي لغه عربيه فصيحه اللي تقلب الجيم دال، وهم دول بعض القبائل دول متركزين مثلا في بعض المناطق بسيطه جدا عندنا، زي مثلا جرجه او زي بعض القرى مثلا في اسيوط، انما دي مش القاعده عندنا، القاعده عندنا اللي هو الجيم جيم معطشه اللي هي الجيم القرشيه بيسموها. ايوه طب قول لي بقى الكبير قوي بيتكلم انهي لهجه بقى؟ الكبير قوي بالنسبه للهجته، مش انا اللي حطيت اللهجه، اللي حط اللهجه الاستاذ احمد مكي والاستاذ يعني الاخراج وبتاع. ليه؟ لان انا لما جيت انا راجل اسمي حسن جناوي من جني، ايوه واخد بال حضرتك، على راي واحد اما يقول لي اسمك ايه قلت له حسن جناوي، قال لي من اسيوط، واخد بالك انت؟ المهم ازاي يعني حسن جناوي من اسيوط؟ واحد اما يقول لي اسمي حسن جناوي قال لي من اسيوط، قلت له لا من سوهاج مثلا. المهم لما جينا نتكلموا في اللهجة، فأنا طبعا هجيب لهجة يعني لهجة جنة، لهجة بلدي اللي أنا تربيت عليها مع مين؟ مع عم رائد الدراما الصعيدية الأستاذ محمد صفاء عامر، عمي طبعا رحمة الله عليه، الله يرحمه يا رب. لما اشتغلت معاه لقينا لهجة جنة. ليه لهجة جنة؟ لهجة جنة لأنها اللهجة الأكثر فهما لكل الناس ولكل الصعيد، يعني غير مغرقة وغير وغير إيه يعني لا بتاعتي في السهولة، هي لهجة وسط، لهجة جنة الوسطية اللي هي تقدر توصل بها رسالة درامية وتبقى كل الناس فاهمها. فإحنا ثبتها عم صفاء رحمة الله عليه، ثبتها لهجة جنة اللي انت تعمل مسلسل صعيدي يبقى هو لهجة جنة الأساسية، كل الناس هتفهمها وكل الناس متقبلها. لأنا هروح لمؤاخذة معلش في لهجة مثلا الناس القريبين من القاهرة زي بني سويف وكده، لهجتهم إلى حد ما تميل إلى القاهرة، مش هقدر اعمل يعني لو انا عملته بني سويف انت مش هتقول ده صعيده، هتقول قريبين من القاهره، بني سويف هتلاقيه قريب شويه من بحري. الله ينور عليك. فهو الحل ايه؟ الحل بقيت لهجه كده. فلما جينا عملنا اللهجه لهجه جنيه، الاستاذ مكي اداني اطار عام امشي فيه من 15 سنه من 2010. ايه هو؟ قال لي انا عايز اللهجه المغرقه في المحليه عشان يبقى في تضاد ما بين الكبير قوي وبين جوني، عشان جوني يستغرب اللهجه لانه جاي من امريكا، واخد بالك انت؟ فبقينا نعمل ايه؟ مش هقول لهجتي انا كحسن الجناوي الراجل يعني خريج حقوق وكذا، لا بجيب لهجه ابويا، لهجه جدي، ولهجه جدي اللي كنت اسمعه وانا صغير. الله، يعني بدل ما يقول مثلا الكلام دي انتهى يقول جزره وقطمها جاح، واخد بالك؟ فدي مفردات اللي اوحى لي بهذه الفكره وبهذا الاطار وهذا النسق الاستاذ مكي، والمسلسل نفسه عايز كده. دي حاجه. الحاجه الثانيه كمان في حته مهمه جدا، مثلا استاذ الجندي عامل زي هويس كوميدي بيدي اجتهادات لكل الناس، وهو قاعد على الهويس كده جايب شبكه وما يصطاد كل الافهات وكل الحاجات الحلوه يصطادها، اصطاد عن طريق انتخاب الحاجه اللي انت بتقولها بتجيب ضحك مع الناس ولا لا. الناس دي اللي بقول لك عليها هي اللي قاعده اما تحضر المشهد، زي الممثلين وكلنا قاعدين متلمين كده ونضحك، ولو احنا ما ضحكناش الجمهور مش هيضحك. صح. فدي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو ما فيش يعني ما يحجمكش، يعني يقول لي قول يا عم جناوي، طب ما فيش حاجه عندكم كذا كذا، طب ما فيش مثل قديم، طب ما فيش لو مؤاخذه حكيوه، طب ما فيش اسم غريب من اسامي الناس اللي بتسموها عندكم، طب ما فيش مثلا عاده من العادات اللي بتعملوها، طب ما فيش وقت لما تاكلوها اسمها هي. هو بينخور معاي، هو استاذ مكي، انت فاهمني ولا فاهمني؟ تمام معاك. فمش انا اللي لا، ده انا عباره عن انا قماشه وهم بيفصلوا فيها زي ما هم عاوزين،
وده من اطار الكبير قوي. طب انا لما اشتغل في مسلسلات كثير اشتغلت انا اللي فوق 25 سنه في المسلسلات بس هنا الناس اللي بتشتغل معاها التيم اللي بتشتغل معاه ده هو عاوز كده بيعمل كده عشان كده بيطلع النجاح ده. صحيح. بيطلع النجاح لما تيجي يا استاذ يوسف لما يجي واحد زي احمد ملكي ده يحب الممثل اللي قدامه يكون احسن منه. انا مش اشتغلت مع ناس كثير ما شفتهاش مثلا يجي مثلا الممثلين نفسهم يخدموا على بعض يعني يجي مثلا نفادي يجيب حاجه للعتري ويجي العتري يروح جايب واحد لحاجه ثانيه مثلا للطبازي يجي مش عارف مين وهم هو مش دوره مش موضوعه لا ده بيجي بيقول لزميله عشان زميله يعلي عشان هو يعلي عشان المسلسل كله في الاخر يعلي حتى على مستوى اللهجي انا بالنسبه لي ببقى قاعد بقول لك ايه يعني استاذ مكي يقول لي مثلا يا عم جناوي سيرش جوجل صعيدي عايزين مثلا مش عارف ايه اقعد افكر انا امي كانت تقول ايه وجدتي كانت تقول ايه ومش عارف ايه ونطلع الحاجات دي عشان نقدر ايه المسلسل يطلع بالصوره اللي انت شفتها دي ده شيء رائع يعني كمان حديثك على مكي وعلى جندي حديث اكتر من رائع. مكي فعلا شخص مخلص جدا 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 لفنه وعلشان كده طالع منه اللي انت بتقوله هو عاوز اللي قدامه اقوى منه كمان. وجندي في النهايه ابن ابوه زي ما بيتقال الله يرحمه استاذ محمود يعني والله مبدع ابن مبدع بصراحه يعني كمان حته الكوميديا اللي هو بيتخصص فيها الاستاذ الجندي ليه لا جندي دمه خفيف هو عنده مش كوميديا وبس لا ده عنده كوميديا ممزوجه بدراما ممزوجه بابعاد شخصيات معينه لكل شخصيه هو رسمها في دماغه يعني هو قاعد كده احنا ممكن نشرده منه كده شويه يقول لك لا عشان الشخصيه ما تروحش من هيك ده راجل لمؤاخذة قائد سفينه الكوميديا معانا بأمان أنا مش بقول كده عشان والله أنا عشرة عمري طبعا أستاذ أحمد بس ده حقه فعلا ليه لأنه هو زي ترس الأمان ليني زي ترس الأمان وبعدين لينا نظرات هو الأستاذ مكي كده يبصوا لبعض بالنظرة كده نفهموا أنه الحاجة دي هتاكل مع الناس ولا لا والما كانتش نشلوها نجيبوا غيره طب أقول لك حاجة إحنا ممكن نقعدوا ثلاث ساعات نقعدوا نظبطوا في مشهد ويتصور في نص ساعة إيه رأيك؟ لا جندي مذهل يعني انا جربت مره واحده بس اشتغلت مع جندي مشهد واحد بس أيوة. كنت انا ودنيا سمير غانم وبعدين طبعا. كنا في نيلي وشيريها وبعدين انا قلت له انا ما بعرفش احفظ حاجه قال لي لا مفيش مشكله خالص انت بس شوف كده المشهد واعمل اللي انت عايزه بطريقتك احنا عايزينك يوسف انت مش هتمثل يعني بالظبط فطلعت نفسي انا زي ما انا بغلاستي يعني زي ما انا تمام لا يا استاذ يوسف ده كلام بالبايسبس يعني هو زي ما هو لكل الناس والله بامانه انا اولهم والله يا حبيبي الله يبارك فيك حبيبي يا عم حسن حبيبي تسلم يا استاذ وكل سنه وانت طيب ورمضان كريم عليك وعلى كل جنى وعلى كل ابل يا رب وربنا يا رب يعيده علينا بالخير ومن تألق الى تألق دايما انا من الناس التي تشجع الكبير جاوي 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 يا رب يكمل كمان 50 سنه فين الازمه طالما احنا ناجحين والناس بتضحك والناس مبسوطه مفيش ازمه مفيش أزمة. تعال نروح على الحشاشين. الحشاشين زي ما بيقول لي عطية قدامك دقيقتين ونص وجود باي. حاضر. أنا هختم بس ويتألق دائما الحقيقة. مش بس كريم عبد العزيز وزي ما امبارح كنت بقول لك على أحمد عيد لكن وأنا أقصد إن أنا أذكر الناس اللي إحنا ما خدناهمش على التليفون. فتحي عبد الوهاب. فتحي عبد الوهاب عبقري دون أن يهتز حرف واحد إخلالا بالمعنى عبقري فتحي عبد الوهاب عينيه بتتكلم عنده نظرة عين تحسسك أنه مثلا مش عاجبني كلام حسن الصباح أو يا ويلك مني على الحركة اللي أنت عملتها قدام السلطان أو أنه عندما يشعر بالإعجاب أو عندما يخطط لشيء أو عندما يستحسن شيء عينين فتح عبد الوهاب دون أن ينطق تتحدث اختلاجات عضلات الوش تتحدث ده مشهد مثلا لأحمد عيد بص على وش وعينين عيد وهو بيتكلم وانت مش سامع هو بيقول ايه لا عيد متألق انا في رأيي زي ما كنت بقول لكم امبارح انا عارف انه عيد ملوش فيا عارف والله لأسباب عدة مش دي القصة لكن ده لا يمنعني من ان انا ابقى مهني وموضوعي في وجهة نظري ومنصف ده اكتشاف مذهل عيد قدم لنا كوميديا حلوة وبيقدم لنا الأدوار دي اللي هي بعيدة تماما عن الكوميديا أحلى لو كان لي أن أنصح كمل كده
ولو كان لي أن أنصح من المخرجين كلهم مش أكثرهم، عيد. أقول قولي هذا وأتوكل أنا على الله. خلصت الحلقة لحد كده، بس طبعا لسه كلام مخلصش، لأن احنا أكيد هنقابلكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد لو كلنا العمر. وبرنامجكم التاسعة سلامات.